هل تعلم انه بيع الفيديو ربحه بيعادل اضعاف ربح بيع الصور؟ اذا حاب تعرف التفاصيل خليك معي بعد الانترو. مرحبا، انا علي من قناة زوم لينز، يسعد لي اوقاتكم جميعا. جو جميل، بحاول اني استغله اني اصور برات البيت لانه هاي الفترة ما بتتعوض. طبعا مثل ما خبرتكم باول الفيديو، اكيد في منكم بيعرف او ما بيعرف انه بيع الفيديوهات بشكل عام الربح فيها او الكوميشن او اللي هي نسبة الربح فيها اكتر بكتير من الصور. يعني اذا انت بشتر ستوك عم تبيع او عم تبيع الصورة او عم تاخد كوميشن على بيع صورة هو ما يعادل 25 سنت، يعني ربع دولار او حتى اكتر يعني، بس لكن هو هذا التقريب، يعني بيوصل الفيديو الواحد ربحه ل 36 دولار. الربح من الفيديو اكتر بكتير، بس طبعا كمان الناس عم بتحمل صور اكتر من الفيديو. فاليوم رح اشارك معكم شغلة كتير رح تفيدكم. اوكي، في شخص امريكي عمل موقع، اوكي، اسمه بلاك بوكس. هو هذا الموقع شو بيعمل لك؟ بياخذ منك الفيديوهات كلها، انت طبعا بترتبها، بتضبطها، بتقصقصها، بتحط لها الكلمات المفتاحيه والوصف، وانت بتحمل على الموقع وهو بدوره راح يحمل لك اياها على كل المواقع. هلا هو يمكن تقول طب هذا الموقع شو راح يستفيد؟ هذا الموقع راح ياخذ 15% من نسبه ربحك. يعني انت مجرد انك انت مثلا بعت فيديو وطلع لك من الفيديو 20 دولار، هو بياخذ 15%، يعني بياخذ منك، ما بعرف انتوا حسبوا، انا ماني شاطر بالحسابات، يعني تقريبا 3 دولار. اذا انت ربحت 20 دولار من هذا الفيديو، هو بياخذ تقريبا من 3 ل 4 دولار على حسب. فيه كمان ميزات حلوة إذا أنت شخص كسلان أو أنت ما بتحب أنك أنت تحط كلمات مفتاحية أو وصف للفيديو اللي هي بيسموها الميتا داتا. كمان أنت فيك مثل توظف حدا هو اصلا يعني مسجل بهذا الموقع البلاك بوكس، وهو راح يكتب عنك الميتا داتا تبع الكيوردز والكلمات المفتاحيه يعني، والوصف واسم الفيديو. طبعا كمان هذا الشخص بده ياخذ نسبه اللي هي 20% اقل شيء. شوف الوقت، يعني انت لما تحمل الفيديو تحميله وكتابه الكيوردز بكل موقع راح ياخذ كتير وقت وانت راح تكسل مثلي. فلذلك بيجي دور هذا الموقع انه هو انت بس بتتعب مره واحده، بتحط الكيوردز والكلمات المفتاحيه المناسبه وهالشغلات هاي، وهو راح يكمل عنك الهيفي ليفتنج، او انه راح بيرجع يحمل لك كل فيديوهاتك ب كل مواقع البيع اللي هي أربع مواقع مهمة. ما رح يحمل لك إياها بمواقع هي مكتب المهمة، فقط المواقع المهمة. رح أحط لكم بالدسكريبشن تحت أو بالوصف رابط هذا الموقع عن طريقه أنتم فيكم تسجلوا فيه. تقريبا يوم أو يومين رح يجيك الرد أنه هو قبلك بهذا الموقع. هلأ رح نروح مباشرة على الموقع وأفرجيكم كيف بتسجلوا فيه. بعد ما دخلنا على الرابط اللي انا حطيت لكم اياه بقسم الوصف تحت او اللينك، بيطلع لك هون اسم الموقع اللي هو بلاك بوكس. تروح على اقصى اليمين وهون مكتوب ريجستر، هون يعني التسجيل. اذا انت عملت تسجيل بس بتفوت على كلمة لوج إن. هلا إذا افترضنا إنه أنت يعني شخص جديد عم تسجل بموقع بس بتكبس على كلمة ريجستر، تمام؟ هلا اول شيء عم بسالك هون عندك انت بيرسونال ولا كومباني. انت اذا 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 انت مو شركه، اوكي، بتروح بتاخذ بيرسونال، بتحط اسمك، الاسم الاول هون والاسم الثاني هون، تمام، وهون بتحط الايميل تبعك، ترجع بتكتب الايميل مره ثانيه، وهون بتحط رقم تليفونك. طبعا هون بتحط المدينة وهون بتحط البلد اللي انت فيه. وهون اذا انت عمرك اكبر من 18 سنة بتحط اشارة صح على هون. هذا كله طبعا هذا كله الخيارات هاي لازم انت تعملها اجبارية كلها. بعدين بتكبس له نيكست التالي. هلا شايفين هون عم بيقول لي انه لازم يكون رقم التليفون اقل شيء 10 ارقام. ليش؟ لانه انت لازم تحط مفتاح البلد تبعك. انا هون ما حطيت مفتاح البلد، لازم تحط مفتاح البلد 0 مثلا، انا 4 7 عندي مفتاح البلد، وبتعمل له نيكست. هلا مش الحال، هلا بنيجي على هاي النقطه. طبعا انا حكيت انه انت الموقع هذا ممكن يساعدك بانه انت
تخلي ناس من جواته تعبي لك البيانات تبع الفيديو. مثلا انت صورت فيديو وما انك عارفان تحط الكلمات المفتاحية او انك لوصف الفيديو، فانت بتخلي ناس تسوي لك هذا الشيء. هلأ انت ممكن تكون واحد من هاي الناس، اوكي؟ فهون عم بيقولك انه انت بدك تحمل فيديوهات، يعني هون عندك ثلاث خيارات، اوكي؟ حط بالاول انت شو بدك تكون، هل بدك تحمل انت فيديوهات ولا انت حابب تكون انه انت بس تعبي بيانات، انه ممكن حدا يعطيك نسبه مثلا 20% وانت تحمل له بيانات الفيديو تبعه، اوكي؟ او اذا انت بدك تكون تصور وتحمل فيديوهات فانت اول شيء حط سبمتر. هلا انت، انا بالنسبه لي انا شو سويت، انا اول شيء حطيت سبمتر، بعدين الخيار الثاني اللي هو يعني انت انك تحط بيانات الفيديو، اوكي، لاي شخص بالكلمه المفتاحيه. وحط شغله ثالثه، هلا انا حطيت اديتور. هون عم بسالك انه انت بروفيشنال، اي ميك ماني فروم كونتنت فول اور بارت تايم. هلا هون انت بدك تختار، هل انت محترف ولا انت هاوي، انت فيك تحط اللي بدك اياه. يعني هون اباوت بايو، هون اكتب عنك شوي، يعني انت اكتب عنك شوي، احكي مثلا انا ما بعرف شو اسمي، انا بشتغل محرر فيديو، طبعا بالانجليزي لازم يكون. هون عم بيقول لك valid government ID، هون لازم تحط يا بطاقة الهوية او تحط صورة جواز سفرك. انا بنصحكم تحطوا صورة جواز سفركم، بتعمل هون براوز وبتحمل صورة جواز السفر. هون عم بسألك انه انت كيف عرفت يعني بهذا الموقع، يعني بتحط له انت مثلا عن طريق ممبر او عن طريق، المهم هون بتحط السوشيال ميديا تبعك، يعني بتحط اللينك تبع الفيسبوك او الانستغرام، بتقول له سبميت وبتنتظر يوم او يومين، بعدين بيجيك رسالة انه انت انقبلت بهذا الموقع. طبعا انت من بعد ما تسجل بهذا الموقع، اوكي، لما يقبلك رح يبعث لك ايميل بالطريقه هاي، انه رح طبعا هون انا عم بشكرني انه سجلت، عم بيقول لي انه هلا هون تو كومبليت يور ريجستريشن بليز كليك هير. هلا انت هون تكبس على هذا الرابط او اللينك، وبتفوت على الايميل اللي انت حطيته، ورح يعطيك باسورد او كلمه سر مؤقته اللي هي هاي انا حاطت لي اياها. بعدين لما انت تفوت بكلمة السر هاي المؤقتة، راح يطلب منك انك انت تغير كلمة السر لكلمة جديدة، بتغيرها وبتصير بتفوت على كلمة السر اللي هي الجديدة، تمام؟ هلا انا كله هذا عملته، بس انا عم بفرجيكم شو راح يبعث لكم ايميل. هلا انا راح افوت على حسابي اللي انا اصلا مسجل فيه، هون تكبس له صح، I'm not a robot، تقول له log in يعني ادخل. هلا راح يعطيك هاي الصفحة الموقع الرئيسية، هون انت راح يفرجيك انت قديش طلعت فلوس. انا لساتني هلا طبعا عضو جديد، يعني ما خليني هلا اول شيء نلف شوي بالموقع، بعدين بفرجيكم كيف انتم بتحملوا الفيديوهات بهذا الموقع. هلا اول شيء عندك الماي داشبورد، قلت لكم هاي قديش انا مطلع هون فلوس. هون ماي بلاك بوكس، هذا هون اللي لما انت تحمل الفيديوهات تبعك تطلع هون، اوكي. هون انت فيك انت تعدل عليها، انك تحط الكيوردز الوصف والكلمه وكل شيء يعني. وهون ماي ايرنينج، كمان هون الفيديوهات اللي انباعت. وتولز، هون عندكم اليوزر جيت، هذا لازم تقروه، كتير مهم انكم تقروا يعني تفهموا الموقع كيف يشتغل. يعني هون عندكم الفورمز والتمبلت، هون اذا انتم في عندكم اللي هو اذا انت عم تصوروا مثلا، صورته بالفيديو فيديو فيه ناس، فهون الموديل ريليس، هذا هون عم بقول لك يعني حمل الموديل ريليس تبع الاشخاص البالغين. وهون اذا انتم عم تصور اطفال، هذا الموديل ريليس تبعه. وهذا اذا انت عم تصور بيوت خاصه او مباني خاصه، كمان هذا البروبرتي ريليس اسمه، بتحمله وبتعبيه، يعني اذا انت مصور بيت او أطفال أو كبار. طيب هلا راح نروح مباشرة ونشوف كيف نحن نحمل الفيديو هاي. بتروح على ماي بلاك بوكس، أوكي. هلا أول شغلة لازم تعملها إنك أنت تعمل داونلود للي شغلة بسموها اللي هي الـ FTP أبلودر، أوكي، برنامج صغير بتنزله عندك مشان أنت تحمل عن طريقه الفيديو، أوكي.
إذا أنت عندك ويندوز بتحمله من هون، إذا أنت عندك ماك بتحمله من هون. هلأ أنا عندي مثلاً، إذا أنت عند أنا عندي ماك هلأ بحمله من هون، لما ينزل عندك البرنامج بس بتعمل له تحميل، أوكي بتحمله من هون. هاي نسخة المجانية، هاي نسخة البرو، تحمل بهالطريقة هاي، نزل عندي هلأ، بس بتعمله كأنك عم تحمل برنامج عادي يعني. أما لما حملته عندك هذا البرنامج شو بتعمل أنت؟ بتروح على الموقع، اوكي لازم تعمل هالشغلات هاي. اول شيء بتحط الهوست، وين الهوست بتلاقي اللي هو هذا، هو هوست شايفين، بورتال تعمل له بورتال بلاك بوس جلوبال، تعمل له كوبي او نسخ، اوكي هون في عندك اليوزر نيم يعني اسم المستخدم والرقم السري. اسم اليوزر نيم، اليوزر نيم هو نفس الايميل اللي انت عم تفوت فيه على موقع البلاك بوكس، اوكي بتحطه نفسه. والباسورد اللي هي كلمة السر كمان نفسها اللي انت بتفوت عليها على موقع بلاك بوكس. وبعدين بتقول له كويك كونكت. هذا هو شايفين؟ هلا بكل بساطة انت شو بتعمل؟ شايفين هذا الفولدر او المجلد ستوك فوتج، هون انت بس بتعمل دراجز اند دروب فقط، يعني سحب وافلات، اوكي؟ لو افترضنا انا بدي احط اي فيديو كان، هذا الفيديو مثلا، بس تعمل له هيك، تسحبه من هون هيك وبتنزله هون. شايف انتبه هون ستوك فوتج، هلا هون عم بيحمل عندك، هون بتلاقي التحميل كيف عم بيطلع شايفين. هلا لما يصير 100% انت وين بتروح؟ بتروح على موقع البلاك بوكس. وين بتلاقي الفيديو؟ مش بماي داشبورد، بتروح على ماي بلاك بوكس، اوكي بتلاقي الفيديو نزل هون بهالطريقه هاي شايفين. هلا لو افترض انه هذا هو الفيديو، اوكي طب هو ما راح ينزل الفيديو مباشره، بده شيء دقيقتين او ثلاثه، انت لو عم تستحمل تنتظر شوي يعني، تعمل ريفرش او بتعمل اي شيء بعدين بتلاقي. المهم بدك تستنى شيء 5 دقائق او 10 دقائق لنفترض انه هذا هو الفيديو. هون عم بيقول لك طبعا هون انت في عندك اكثر من خيار، اذا انت هذا الفيديو ما بدك اي حدا يساعدك فيه بالنسبة للوصف والكلمات المفتاحية، بس انت بدك يعني تحط الكلمات المفتاحية، بتروح على edit، اوكي هون انت شو بتعمل؟ بتحط اذا الفيديو فيه اشخاص وانت ما عندك تصريح تمام، بتحطه editorial، وبتحط طبعا اسم الفيديو، المدينة، المقاطعة بأي بلد، والتاريخ، وهون بتحط طبعا توصف الفيديو انت هذا تبعك هو عبارة عن شو، وهون بتحط اذا كان الفيديو ما فيه اشخاص بتحط هون انت الوصف عادي، بتحط هون الكيوردز هي كلمات مفتاحية احنا حكينا عليها قبل يعني. وهون اذا انت عندك موديل ريليس تمام، بتعمل له ابلود للموديل من هون، بتكبس عليها هيك وكمان بتدق وين انت حاط مثلا الموديل ريليس بسطح المكتب، بتعمل له داونلود، بتقول له اوكي. اذا ما عندك موديل ريليس بنروح الخطوه اللي بعد اللي هي شو نوعيه الفيديو هذا، حيوانات، تجميل، عمل، حسب هذا بتحطه، بتقول له انت لما تخلص بتقول له انت سبميت. الشغلة اللي بعدها واللي هي هاي المهمة كتير، انت شخص يا اخي انجليزيتك ضعيفة، اوكي او انت ما عندك وقت انك انت تحط ميتا داتا يعني وصف للفيديو، كلمات مفتاحية، انت ما عندك وقت وبدك حدا يشتغل عنك هاي الشغلة، هذا الشيء بهذا الموقع متوفر، كيف بدك انت تساوي؟ هذا الموقع في له يعني صفحة على الفيسبوك اسمها بلاك بوكس، بتفوت عليها، انا مسجل فيها، هاي هي الصفحة، اوكي بتحط هون اعلان انه انا يا جماعة بدي حدا يحط لي الكلمات المفتاحية لفيديوهاتي، بدي انا اتعامل مع حدا مقابل نسبة معينة، طبعا على الغالب بتكون اقل نسبة لازم تعطيها هي 20% اقل شيء، اوكي وبتخلي حدا هو يحط لك هاي الكلمات المفتاحية. هلا انا راح اذا حابين اني انا اساعدكم بوضع الكلمات المفتاحية تمام والوصف، بتقدروا انكم انتوا يعني تلاقوني عن طريق الايميل هلا اللي راح يطلع على الشاشة، كيف انتوا بتدوروا علي انه او بتحكوا لي؟ طبعا بالاول شيء بتبعتوا لي رسالة على
الفيسبوك أو على الانستغرام إنه أنا حابب إنه أنا أتعامل معك يا علي بإنك أنت تحط لي الكلمات المفتاحية تبع الفيديوهات تبعي، تمام؟ تبعت لي سالي وأنا بحكي لك، لأنه أنا احتمال أكون ماني فاضي، عندي أشغال، عندي أفا، لكن ابعتوا لي سالي وأنا برد عليكم. هلا إذا أنا رديت عليكم بالإيجاب أو حدا آخر رد عليكم بالإيجاب إنه هو موافق، بتروحوا على إديت، بتروحوا على هون شغلة اسمها ريفينيو شيرز، أوكي؟ تكبس عليها هون، أوكي؟ بتنتظر شوي وبتحط إيميل الشخص اللي هو راح يساعدك، أوكي؟ أنا مثلا إيميلي اللي هو هذا هو، بتدور عليه بالطريقة هاي، بتكتبوا إيميلي اللي هو علي سليمان أرت at gmail gmail.com. هون انت رح تطلع. هلا افترضنا هلا انا ما رح يطلع، ما رح اطلع هون لانه انا هلا فاتح على حسابي، ما رح يمشي الحال. المهم اللي نفترض انه 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 هذا هو الشخص انا، اوكي، او انت اخترت شخص ثاني، لنفترض انه هذا انا، انت اخترتني، اوكي، اللي هو سينما. تكبس هيك، اوكي، صح، وتحط النسبة اللي انت بدك تعطيها للشخص. وهون حاطين لك اقل نسبة هي 15%، اوكي. فانت قبل ما ما تحط النسبة لازم تتفق على الشخص انك تراسله وتقول له انا بدي اعطيك 15% 20% 40% اللي هو. لنفترض ان الشخص رضي ب 15%، بتحط له 15 وتقول له سيف. هيك انت الشخص رح يشتغل لك الفيديوهات عنك، اوكي، وهو كل ما باع الفيديو تبعك راح ياخذ نسبه 15%، والفرضا يعني 15%، والموقع راح ياخذ 15% وانت راح تاخذ 70%. طبعا انت ما تقول انه والله راح يروح ربحي، لا، لانه الربح في الفيديو اكبر بكثير، فانه بيطلع لك اقل شيء $20 على بيع الفيديو الواحد، وهذا هو. اما اذا انت ما حابب حدا يساعدك باي شيء، بس انت بتكتب الوصف وبتكتب الكلمات المفتاحيه والكاتيجوري بالشرط هاي، وهو الموقع رح ياخذ فقط 15%، لانه رح يرجع يحمل لك الفيديوهات، فيديوهاتك هاي بكل مواقع بيع الفيديوهات. وهذا هو. هذا كل شيء كان اليوم، بتمنى يكون الفيديو عجبكم. حاولوا تشاركوا اي فيديو عم بعمله مع اصدقائكم على جميع السوشيال ميديا، هذا الشيء بيساعد القناة وبيشجعني اني انا استمر، وبتمنى لكم يوم سعيد.